السلام عليكم يا مولانا، وعليكم ازاي السلام حالك؟ ورحمة الله عامل وبركاته. ايه؟ أستاذ عبده حبيبي، عامل إيه هنا؟ الحمد لله، الله يخليك الله يا يبارك رب. فيك يا رب، دي من معروف الخير دايما. انا كنت عاوز اعرف بس موضوع الكورونا من الناحية الدينية، بس من الناحية الدينية، مش دعوة بالصحة والكلام ده، الناحية الدينية بس، تمام. هل هو عقاب من ربنا ولا رحمة ولا ايه بالظبط؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لسه بجهز في خطبة الجمعة، والسبب إن كان إمبارح نزل قرار من وزارة الأوقاف أو وزير الأوقاف اني يعني خلى خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق، وجعل الإقامة ما بين أو الأذان، الوقت ما بين الأذان والإقامة لا يتعدى برضو 5 دقائق. فسبحان الله، أنا لفت نظري خالص 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 القرار دوت ده أولا يعني، وهعلق عليه دلوقتي. لكن هبدأ بسؤالك الأول. أولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل عن أي شيء يحدث، يعني يحدث للإنسان أو في الكون، يقول الله عز وجل في سورة الحديد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فما من مصيبة تحدث للكون، وما من مصيبة تحدث للإنسان نعم، إلا في كتاب عند الله عز وجل من قبل أن تنزل، من قبل أن نبرأها، من قبل أن تتواجد، لا للكون ولا للإنسان. يبقى بعيد كل البعد أي إنسان فينا أنه يظن أن شيئا يحدث في الكون اعتباطا او صدفه او ليس له غرض، كله بقدر. لازم يكون فيه سبحانه وتعالى حكمه الهيه ربانيه من عند الله سبحانه وتعالى، سواء في نفسك او في الكون. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ قال: ان ذلك على الله يسير. اوعى تفتكر ان كل الذي يحدث في الكون او لنفسك شيء عظيم عند الله عز وجل، يعني او ربما يعظم على الله عز وجل. لا، إن ذلك على الله يسير. طب ما العبرة وما الحكمة لي ولك؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يا سألوش يعني ده فاتني كتير، ده كان هيحصل كذا، يا على المكسب ده كان كذا. قال لك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طيب، ولا تفرحوا بما آتاكم. ربما يكون بسبب هذه المصائب سبحان الله عطاء في ناحية أخرى لأشخاص آخرين. قال لك: لا، لا تفرحوا بما آتاكم. المهم، أعود لجزئية وزارة الأوقاف أمس في قرارها. والله يا أستاذ عبد الستار وقفت كده قلت سبحان الله، كثيرا ما كنت أدخل مساجد فأجد شخص ما يعني يتجرأ، وربما يكون يعني ليس من أهل المنطقة، في المسجد الذي نصلي فيه الآن، فإذا به أقول للمؤذن: أقم الصلاة، ورانا مشاوير أو ورانا مصالح. فأتعجب كثيرا ما أدخل المسجد ويكون بالفعل هناك أمر هام يعني من خلفي أريده، ولا حاجة لك أنت يعني خاصة لك، ولا أتجرأ. ليه؟ سبحان الله، يعني كل شيء عند الله بقدر وبمقدار. خلاص يعني هيزود كمان 5 دقائق 10 دقائق، مش مشكلة إن شاء الله، الأمر الذي من خلفي إن شاء الله سينقضي. فلما حدث ما حدث استشعرت الأمر ده، وقبلها منع السعودية العمرة، وسبحان الله منعت إيران صلاة الجمعة. شعرت سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يغار على عظمته. أنت لا تريد أنس ربك في بيتك وهو لا يريدك. نعم. أوقف العمرات وصلاة الجمعة في إيران، وتقصير الوقت في بيوت الله في مصر. شعرت أنه عقاب، شعرت أنه عقاب أن تحرم من أنس الله عز وجل. إلا أني عدت وقلت: إن الله أرحم بعباده. لو أن الله عز وجل يريد عقابا بالفعل ما أبقى على ظهرها ولا على وجه الأرض من دابة، لزلزل الله عز وجل الأرض من تحتنا.
لفجر الله عز وجل براكينا، ولكن له سبحانه وتعالى أرسل فيروس بسيط. هذا الفيروس أشعر أنه رحمة لمن يطعن، أشعر أنه يعني سبحان الله رقي للمؤمن بحق الذي يصبر ويحتسب، وأيضا عذابا وعقابا لكل من يتجبر ويتكبر ويتمادى في الغي. لأن أهل الأرض سبحان الله الآن ظن أهلها أنهم قادرون عليها، تجبر وسفك دماء في سوريا، تجبر وسفك دماء في العراق، تجبر وسفك دماء في اليمن، تجبر وسفك دماء في ليبيا، تجبر وسفك دماء في كل مكان الآن، تجبر وسفك دماء في الصين، هند تجبر هند بقى. نعم وسفك دماء في الهند. يبقى كما هو رحمة والطعام لمن يطعم، وكما هو رحمة ورفعة للمؤمن بحق إذا ما صبر واحتسب، أيضا عذاب وعقاب وشدة لمن يريد أن يتجبر في الأرض، لمن يريد أن يتمادى رغم ما يحدث من عظم الله عز وجل في كونه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. طب أنت عايز تاني، ماذا تريد؟ سبحان الله، لو أن المتآفف في المسجد بالفعل شيخ كبير مسن، أقول محظور. لو أن المتآفف في المسجد بطول الأذان ما بين الأذان والإقامة رجل بحق لديه يعني مصلحة هامة تنتظره بخارج المسجد، أقول لديه الحق. لو أن المتآفف من طول المسافة أو الوقت ما بين الأذان والإقامة يعني رجل مريض، أقول معذور. إلا أنك سبحان الله ربما تجلس أمام مباراة كرة قدم بالساعات، فيلم أو مسلسل، وربما 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 يعني سبحان الله إن الذين يشتاقون الآن إلى العمرة وإلى الحج هم أكثر الناس احتياجا لمال العمرة ومال الحج، ولو كثيرين ربما معهم عشرات الأضعاف للعمرة والحج ويبخلون على بيت الله عز وجل. فأشعر أن الله سبحانه وتعالى غار على عظمته، غار على أنسه، غار على بيته، ففجر الله عز وجل هذا ليتوقف الجميع، ليعلموا أن للكون إله مسيطر ومهيمن. توقفوا عما أنتم فيه وعودوا إلى ربكم فما زالت الرحمة موجودة. لو أراد هلاكا وعذابا وعقابا للأرض لفجر الأرض براكينا، لزلزل الأرض من تحتنا، ولكنه أرسل فيروسا رحمة لنا جميعا لنطعن ولنعود ولنتدبر. سبحان الله. أختم كلامي بقول الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أختم بقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله الرجوع إلى الله هو الأنس كله، والرجوع إلى الله هي الرحمة، والرجوع والفرار إلى الرحيم الكريم الذي ما زال يرحمنا وما زال يعطينا وما زال سبحانه وتعالى يمد يد العطاء ويد يعني الوصال لعباده في الكون كله. فلا تتوقف أيها الإنسان بأن تتعظ وتتخذ من هذه الأشياء آيات حقيقية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. معلش عشان الزكام دخل الظهر عليها دخلة كورونا. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شكرا مولانا، شكرا، بارك الله فيك ولك وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم طلابي.